ظهور الحكام في الاعلام كابتن محمد وفي البطوله شغاله، ده لو حصل في الفيفا او لو في مشهد حصل قبل كده قريب من ده، رد الفعل بيبقى عامل ازاي؟ هحكي لك واقعه حصلت مع ايوه اديني حكم، بقى مثال. هحكي لك واقعه حصلت مع حكم مصري مصري. في بطوله فيفا كاس العالم تحت 20 سنه اللي اقيمت في الارجنتين. كان محمد معروف مشارك في هذه البطوله، اللي هو طلع في البطوله دي في الاعلام، لا يعني ما طلعش في الاعلام. ده انا هحكي لك موقف ابسط من كده. الحكام كانوا في الباص ومتوجهين لملعب التدريب، فالحكام معاهم محمد معروف، اتصوروا صوره سيلفي واحد الحكام نزلها على الحساب الخاص بتاعه للانستجرام. بس كده الفيفا عرفت، شافت الصوره. عايز اقول لك الحكام تم توبيخهم بشكل قوي جدا، عشان صورة على الحساب خاص على الانستجرام احد الحكام، وتم حذف الصوره بعد ما نزلت بتقريبا ما كملتش ساعه، وكانت مشكله كبيره جدا. ولو كانت اتكررت زي ما كابتن ناصر قال كانوا ممكن يغادروا البطوله. كابتن محمد بعد اذنك، يغادر البطوله، يغادر البطوله فورا. دي معلومه على فكره، دي معلومه بتتقال لاول مره. يعني كابتن محمد معروف كان في بطوله دوليه تتبع الاتحاد الدولي، صوره نزلت على الانستجرام كانوا في اتجاه ان يتم استبعادهم وحصل توبيخ. حصل ما بالكم بقى بظهور اعلامي وانت داخل على مباراه نهائيه؟ عشان كده حتى حكام الفار اتغيروا.